السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. رئيس مصلحة نشاطات الشباب على مستوى مديرية الشباب والرياضة لولاية معسكر. تنفيذا لتوجيهات السيد والي ولاية معسكر وفي إطار برنامج وزارة الشباب والرياضة المتضمن الترويج لألعاب نحضر انطلاق فعاليات الاستعراض الثقافي والفني والرياضي على مستوى مدينة المحمدية في إطار الاستعدادات التجارية لهذا الحدث الرياضي الكبير. مشاركة قوية للرياضيين ولشباب مدينة المحمدية وحتى مشاركة الخيالة فرسان في هذا الحدث الذي تعد أو الذي تجري الاستعدادات له بعد الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بتهيئة وتحضير المنشآت. نحضروا لانطلاق الفعاليات اللي راح تكون يوم 23 ديوان على مستوى مدينة وهران. نشكرك. إذا الآن وفي هذه الأثناء تحديدا يتم الانطلاق للاستعراض للترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضن جزء منها مدينة سيق ولاية معسكر. إذن كما ترون فرقة الخيالة في المقدمة. إذن الترويج لهذه النشاطات انطلاقا من دار الشباب عبد القادر إلى غاية ساحة الشهداء. نحن الآن متواجدون بشارع الأمير عبد القادر. إذن هذا الاستعراض تتقدمه فرقة الخيالة، وكذلك نشير إلى مشاركة العديد من الفرق الرياضية والثقافية. إذن كذلك حضور الفولكلور في هذه التظاهرة في شارع الأمير عبد القادر، وكذلك العديد من الفرق الرياضية. النادي الرياضي الهوي درب العصا للمحمدية والنادي الرياضي الجيل الصاعد للملاكمة وجمعية الأمجاد للجيدو. إذن انطلاق الاستعراض في هذه الأثناء بساحة الأمير عبد القادر التي تتوسط مدينة المحمدية.